ايه يا دولة، انت بتكتب الحسابات بره ليه يا عم؟ تكتبها في الدفتر اهو. حسابات ايه يا غبي؟ انا بكتب اشعار وافكار وقصائد ومعلقات، حاجات انت متفهمش فيها يا رمزي. دول انا كنت عارف يعني ان انت كنت شاعر كبير قوي يعني زمان، ليه ما فكرتش تكتب اغاني؟ بص يا رمزي، الاغاني اللي انا بكتبها مستواها عالي جدا، مش اي حد يغنيها. يعني انا مستوى الاغاني بتاعتي وقف عند ام كلثوم، عبد الوهاب، عبد الحليم، عبد المطلب، عبد اللطيف التلباني مثلا. معقوله يعني يا دوله مفيش ولا مطرب من بتوع دلوقتي يقدر يغني الاغاني بتاعتك دي؟ يا ابني الاغاني بتاعتي دي صعبه عليهم يا ابني. شوف الاغاني اللي ام كلثوم مثلا كانت بتغنيها زمان. سمعت القصيده اللي هي بتاعت ثوره الشك وهي بتقول أراك عصير الدمع؟ ده كلام عصير الدمع؟ طبعا يا ابني، عصير الدمع، لان هو كان بيعيط جامد جدا عشان حبيبته سابته، وبعدين بيمسح بالمنديل وبيعصر كده، فالعصير ده هو ده عصير الدمع يا ابني. انت ايش فاهمك انت في حاجه زي كده؟ قابل الخواجه اللي جه. شاعر يا عظيم انت. اني سير في السير؟ سير؟ سير ايه بس يا عم الدنو؟ ايه ده، انت طلعت ايجيبشن؟ ايه ده؟ بهاء سلطان؟ اهلا وسهلا استاذ بهاء. ازاي حضرتك يا استاذ بهاء؟ والله بحب اغاني كل حضرتك يعني. بص عادي، بمشي من هنا وبقفل الباب وبقعد اسمع اغاني يعني. اهلا وسهلا استاذ بهاء. اتفضل، منور البازار والله ومنور الهرم كله. اهلا وسهلا، بتقفل الباب؟ ها ماشي ماشي، اصبر. اهلا وسهلا، تحت امرك، طلباتك؟ والله انا كان عندي حفله في امريكا الجنوبيه زي ما تقول كده، وكنت عايز شويه هدايا فرعوني. انت عارف بره بيحبوا الهدايا الفرعونيه بتاعتنا قد ايه. طبعا معروف. عينيا ليك يا استاذ بهاء. ولا رمز، نعم. اروح هات حاجه ساعه بسرعه. يلا. عينيا الاستاذ بهاء. حضرتك على فكره يعني انا برضو مؤلف اغاني، بالف اغاني جامده جدا لعلمك يعني، بس مش اي مطرب يغنيها يعني. علشان كده ما تغنيتش لحد دلوقتي يعني. فين حاجه ساعه؟ يلا. عينيا الاستاذ بهاء. عينيا. على فكرة أنا ممكن أسمعك أغنية من اللي أنا كتبته. لا ربنا يخليك، مش قادر والله. مش قادر إيه؟ لا حاضر، عينيا عينيا أسمعك. في أغنية كنت كاتبها بتقول خمس دقايق يعني، أسمعها لك؟ حاضر. خمس دقايق بيني وبين حبيبي، قابلته وشفته وسلمت عليه، أدي دقيقة. على ما قلت له السلام عليكم وقال لي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أدي دقيقة كمان. على بقى ما يشرب الحاجة الساعة، أدي دقيقة كمان. فين الحاجة الساعة؟ أنا مش قلت لك هات الحاجة الساعة؟ عينيا الأستاذ بهاء. يا عم ما تجيبش حاجة الساعة، أنا همشي. أنا مش لا لا لا، أقعد أقعد اشرب الحاجة الساعة. حضرتك يعني هم فاضل ثلاث دقايق بس على ما يجيب الحاجة الساعة، هقول لك الأغنية بتاعت الثلاث دقايق دي. ثلاث دقايق إيه يا عم؟ دي بتاعتي أنا، دي غنيتها قبل كده. غنيتها قبل كده إزاي؟ زي الناس. زي إيه؟ أيوه يعني كنت بتقول فيها إيه الأغنية دي يعني؟ هقول لك أنا. بتقول ثلاث دقايق أشوفك قبلك، إيدك تلمس إيدي أشوفك قبلك، عينيك تيجي في عينيا، لو زعلان عاتبني، لو غلطان حاسبني، لو عينك وقلبك قالوا لك سيبني سيبني، اشتقت لميعادك مطول بعادك، ولا عشان بحبك هتزود عنادك، نطيرك وعادلك انا طمعان في عدلك، انا من الحزن دايق لنتعب قلوبنا، لنرضى بعذابنا ونهرب من الحقايق، انت حبيبي وبس، انت نصيبي وبس، نفسي اشوفك بس تلات دقايق. الله الله يا استاذ بهاء. الله 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 الله. بس بس الله الله يا استاذ بهاء. يعني بص حضرتك، يعني اكيد دي اغنيه مختلفه خالص، والثلاث دقايق بتوعي غير الثلاث دقايق بتوع حضرتك، يعني هو ده بيبقى تخاطر توارد يعني مش اكتر. تخاطر توارد؟ لا ده انا لغيت فكره الهدايا دي من اصله، لغيت الرحله خالص. انا ماشي يا عم سامعك. طب حضرتك بس في اغنيه تانية بتقول. لا بص انا هسمعك حاجه، انا عامل اغنيه اسمها كفايه عليك كده. سامع عليك. انا ماشي. وعلى السلامه. طب يا استاذ بهاء، طب الحاجه الساعه. طيب يا استاذ بهاء، اوعى هدى لغينا الرحله خلاص. سامع عليك. الحاجه الساعه. طب مع السلامه يا استاذ بهاء. يا دوله بقى، يا دوله فرصه زي دي تضيع من ايدك، ما اشتراش يعني ولا اغنيه منك ولا رمز. انت لاحظت يالا ايه؟ بهاء سلطان بيحاربني. يالا
كده بقى يا رمزي فاضل لنا كام مطرب ما بعتنا لهمش؟ اقول لك سيدي كده يبقى ناقص 3 مطربين. لا حلو قوي، احنا كده انجزنا. انجزنا ايه بس يا دوله بقى؟ هو في حد خد مننا حاجه يا عم، ولا احنا اصلا قابلنا حد منهم؟ يا ابني إيه؟ احنا عملنا اللي علينا، احنا بعتنا لكل المطربين خلاص. يعني اهاب توفيق احنا بعتنا له 3 اغاني مع البواب بتاع عمرتنا. عمرو دياب الحمد لله بعتنا له اغنيتين مع المكواجي، كمرهم في جيب بنطلونه الباجي الاسود، ها بيطلع بيه الحفلات دي على طول. الحمد لله يعني كله تمام، يعني انجزنا انجزنا يعني. بس انت عارف بقى دول انا قلقان من مين؟ من كاظم. كاظم؟ بالعكس، احنا خبينا اغنيتين جوه دبدوب ابو قصه ده، لان هو بيحب الدباديب قوي. مفتاح شخصيه كاظم يا رمزي الدباديب. دوله هو يعني ايه كاظم يعني؟ كاظم يعني قافش، بس يعني ايه مخبي. مية مية. انت دوله طب قول لي بقى الخطوه الجايه يا عم على طول، عشان انا سخنت خلاص. الخطوه الجايه بقى احنا هنستنى المطربين دول يقروا ويستمتعوا ويتبسطوا من الاغاني اللي انا بعتها، ويتفقوا بقى مع الملحنين، وبعد كده يبعتوا لي. بعديها بقى اتشهر وابقى اجمد مؤلف اغاني في العالم العربي كله. الله يا دول عليك، ان شاء الله انت ابن حلال على فكره. ولا حته اتنين شاي، يلا بسرعه. حاضر يا استاذ رمزي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انا اتسرقت، انا اتسرقت. اتسرقت ولا حته؟ ايوه يا استاذ رمزي. اقفل باب القهوه دي ومحدش خارج من هنا غير لما يطلع محفظه دوله. محفظه ايه؟ يلا محفظه ايه؟ انا الاغنيه بتاعتي اتسرقت يا دوله. طب وايه اللي خلاك تحط الاغنيه في المحفظه؟ مش محفظه في التلفزيون اهو، الاغنيه بتاعتي اغنيه اهزنه. سامع؟ اه حلوه قوي يا دوله، حلوه. حلوه ايه؟ بقول لك اتسرقت. وحشه قوي. باختصار بقى يا استاذ سلكها، انا الاغنيه بتاعتي اتسرقت وانا واقف متكتف ومش عارف اعمل ايه. شوف يا هندسه، العدل اساس الملك، وانا شايف قدامي ضحيه فنيه. اغنيه ايه بقى اللي اتسرقت منكم؟ اغنيه البكريه ايظنوا تلات تلات تلات. بس دي بتاعت بعرور. لا بعرور ايه؟ الاغنيه دي بتاعت انا. ايوه بس بعرور غناها وغنتها معاها مي عز الدين. مي عزة مين؟ يبقى هما الاثنين حضرتك متواطئين، والقضيه ارفعهم عليهم هما الاثنين. يعني انتوا متاكدين ان غنوه ايظنوا غنوتكم؟ إلا متأكدين حضرتك، إحنا أكتر من متأكدين، وأنا ممكن أسمع جزء لحضرتك وإنت تحكم يعني. أيظن أني يا حبيبتي أخدعت، أيظن أني يا حبيبتي قد نسيت الأيام الخوالي التي كانت بيننا أيام الجامعة، أيظن يا حبيبتي إنني قد نسيت أيام كنا نمشي على الكورنيش ونأكل الذرة المشوي، أيظن يا حبيبتي أني أعبس بمشاعرك وأتركك وأخلع منك وأنا فضلك. أيوة بس دي مش الغنوة اللي غناها بعرور. هي يا أستاذ هي الأغنية، بس هو خدها وحرف في الكلام بتاعها. ما قالك أيظن، عايز إيه أكتر من كده يعني؟ أنا كده ابتديت أتأكد بس مش قوي. حضرتك طب انا هقول لك على حته بقى عشان تتاكد قوي ان هم سارقينها مني. حته انا كنت، هو كان بيقول ايه بقى؟ كان بيقول سا 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 سيد يا سيد يا سيد. انا بقى حضرتك اصلا كنت قايل ايه؟ را 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 رمزي يا رمز. وهو حضرتك ده رمزي اهو اللي معايا، هو بقى عنده سيد، لو عنده سيد يقدم سيد. انا معاك يا دوله، وبعدين ايه السيد ده اللي بيقارنوه بيا انا؟ مفيش غير سيد ممكن. سيد أنكل ده عم الوسط كله، يعني تاريخ الأغنية الشعبية، يعني تطور الموسيقى العربية، يعني السلمة التاسعة من سلالم الموسيقى العربية، يعني هو بمنتهى البساطة والصراحة هو الأب الروحي للأغنية العشوائية. طيب أوكي، لو هو ده بقى يعني يا ريت يجي يحللنا المشكلة دي، وخصوصا حضرتك إن أنا خسرت جامد جدا. ولا رمزي؟ نعم. الاغنيه بتاعت ايظن بتاعتي دي مين اللي كان طالبها مني يا الاستاذ عمرو ايهاب؟ من ساعه ما غنى انا عايش ومش عايش وكان متلخبط كده، سمع ايظن قفش فيها. ولا هي دي اهو حضرتك. انا بقى اقول للعمرو ايه دلوقتي؟ ما دام الموضوع وصل لعمرو ايهاب بقت مشكله كبيره، ولازم لها قعده مع سيد أنكل.
متاكد يعني عم اسلكها ان اونكل ده جاي؟ انا ابتديت اقلق. لا ما تقلقش يا جدع انت الله. هي كلها دلوقتي شويه ويجي، ده تلاقيه بيخلص في قعده تانية في غنوه تانية. على فكره دولا ان شاء الله طلبك ده مقضي. اونكل ده اكيد حنين. انت ايش عرفك يعني انه حنين؟ بيبان يا دولا ده اسم اونكل، يعني اكيد لعمهم لخالهم. اهلا بابو الرجاله. اهلا وسهلا يا عم اونكل. يا اهلا وسهلا. اونكل مين؟ اونكل مين ده؟ حيا الله مساعد رابع لسيد اونكل. حيا الله. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا اهلا بالزعيم. يا سلام، زعيم الاغنيه العربيه سيد اونكل. سيد اونكل مين ده؟ حيا الله مساعد تاني لسيد اونكل. دي عيله حيا الله ما شاء الله، عيله كبيره قوي يعني. دول هم دول توام ولا ايه؟ لا يا ابني، ده واضح ان سلسله مطاعم. سيد اونكل ده فرع المقطم وده فرع التجمع الخامس. اهلا بعمنا. اهلا اهلا. وده ايه فرع ايه ده؟ اهلا وسهلا. ده فرع ايه ده؟ امال ده؟ ده سيد اونكل. اتفضل عمي اتفضل. تعالوا تعالوا يا اولاد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا عمنا، احنا جايين لك وعشمنا فيك كبير انك تخدم الشاب عادل. ايوه يا ريت يعني يا سيد اونكل. انا اسمع عن حضرتك يا اونكل انك انت سيد الاغنيه كلها. سيد اونكل يا اولاد. الله الله، سامع جراف جراف يعني ضخم. اهلا وسهلا. يا لا 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 لا، حاضر حضرتك اقعد يعني. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، منور والله يا سيد اونكل. ايه ده؟ اتكلم انت يا سلكها بالمختصر المفيد. ابدا، هو بس حصل سوء تفاهم بين اخونا عادل واخونا بعرور، واحنا جايين لك عشان توفق بخصوص حضرتك. بخصوص اغنيتي فلزت موهبتي بكوره انتاج يا سيد اونكل. اولا انت دخلت غلط، لانك لو شاعر اصيل فعلا كنت تفهم كويس قوي ان الاغنيه من ساعه ما اتعملت ودخلت اللجنه وخدت الختم في اللجنه وعبرت الاثير بقت ملك المستمع. هو وجهة نظر حضرتك وجهة نظر صحيحة، ويبدو اني اخطأت في التعبير، بس هيعوض في النحو والبلاغة. اغنية دي اغنية ايه؟ ايظنوا ايظنوا بتاعت نجات. مين نجات؟ لا ايظنوا بتاعت بعرور. خد الجماعة دول من هنا اسلكها. حاضر. حاضر ايه؟ ياخدنا فين حضرتك؟ احنا قاعدين هنا، هو عادي جدا. مع السلامة اسلكها. حاضر. مع السلامة. فين حضرتك؟ احنا قاعدين نقف قهوة الحكومة. وصل البهوات يا سلك. حاضر. وصلنا فين؟ ده انتوا اللي في منطقتنا ولا ايه؟ حقل ادب يا سلكها. يا عم انت فاكرنا من كاراكوتا ولا ايه؟ انت جاي تهددنا في حتتنا؟ ايه يا عم، ده احنا ملوك المنطقة دي، وعلى الله بقى تروح انت بالسلامة بقى انت والبرجين بتوعك دول. اولا أيظن دي تأليف وتلحين ونغمات مجسمة بعرور مع مرتبة الشرف. يا سلام، أمال أيظن اللي معاها دي بتعمل إيه؟ دي تبلها وتشرب ميتها. لا بقى، دي بلطجة وقلة أدب وسفالة. أنت شغلك كده مش هتروح من هنا أنكل. لا هرجعك طن. كده؟ طيب إحنا شرحنا نشرح بقى. تشرح مين؟ الأغنية دي بتاعتي، محدش هيقدر ياخد مني أظنه. ترى 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 بعرور. ترى 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 بتاعتي. ترى ترى بعرور. ترى ترى بتاعتي. ترى ترى بعرور. ترى ترى يا ناري يا ناري. ترى 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 بعرور بعرور. ترى 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 يا ناري يا ناري. ترى ترى بعرور بعرور. سكت الكلام ولا رمزي. يا دولة هنقطعهم هنقطعهم. انت معايا يا لا؟ معاك يا دولة. هجوم. هجوم ايه؟ بتاعتي بتاع المعرور. بتاعتي تراتا حتة نادي رمزي. تراتا بالراحة. أنا بوجه كلامي للجميع ولن أستثني أحدا، لسلكها والبعرور والأنكل ولكل حد، لن أفرط في حرف واحد من أيظنه. ليس هذا من أجل مصلحتي أنا فقط،
ولكن من أجل الجماهير، لكي تعرف الحقيقة، وليس هذا من أجلي ومن أجل الجماهير وفقط، ولكن من أجل مستقبل أغنية شبابية مستقرة. ما ردك على اتهام بعرور إنك متضايق من الصب؟ بصوا، أنا المشكلة ليست بيني وبين بعرور، بالعكس أنا بقول له يا بعرور تعال هنا هو، ومد إيدك في إيدي، وتعال مع بعضينا نلم تراث الأغنية الشعبية ونجمعه كله في أوبريت شعبي كسر الدنيا. مستر عدل، ما ردكم على إدعاءات مستر سيليكا؟ مستر سيليكا زي ما أنت قلتي هو راجل مدعي، دي كلها إدعاءات نصبولي فخ فني، ولكن من موقعي هذا بقول مهما ينصبولي هذا الشرك لن يهمني أي حاجة، والدليل على الكلام اللي أنا بقوله هذا إن هم ما تعدوش علي بالقول بس، ولكن تعدوا علي بالقول وبالفعل كما فعلوا في بقي ماي ماوس وفي إيدي ماي هاند بول وفي دماغي ماي هيد. الأول بدي أقول إنه نحن أبناء أمي واحدة، بس شو هي مطالبكم سيد عادل لترجع التعاون بينكم وبين سيد بعرور؟ والله أنا بكررها لتاني مرة والتالت مرة والرابع مرة، وهفضل أكررها طول ما أنا عايش. أنا مش طالب حاجة معينة غير أن أنا حافظ على أغنيتي. رجعولي أيظنوا أهلا وسهلا، ونقعد تاني على طاولة المفاوضات ونتفاوض ونتكلم ونعمل كل اللي هم عايزينه، لكن لن أفرط في شبر واحد من أيظنوا. سمعنا عن مفاوضات بشأن تقسيم أيظنوا إلى كبلهات. إن أيظنوا لن تقسم لا كبلهات ولا أي كلمة، لن أفرط في شبر واحد ولا في كبله واحد من أيظنوا. نموت نموت وتعيش أيظنوا. نموت نموت وتعيش أيظنوا. نموت وتعيش أيظنوا، وانت اول واحد جريت اساسا، واللي موتنا عشان أيظنوا، ما تقول أيظنوا. نعيش نعيش وتعيش أيظنوا. نعيش نعيش وتعيش أيظنوا. بصراحة الأستاذ عادل مسبل لنا القهوة بالورق اللي بيقول عليه شعر. حسيت إن ابني كان موهوب، موهوب قوي في الرسم. إيه أيظنوا دي؟ قال أيظنوا قال من أيام سامويل جاكسون وموزارت وشاكسبير، الحقيقة لم تنطق الكورة الأرضية بمبدع وخارق ومؤلف عظيم كزوجي المأسوف على أمره المأسوف على قدره عادل سعيد. فراشة الحاج دولة، الله. بصراحة يعني أنا دولة ابن عم حبيبي يعني كنت متنبئ له بمستقبل ماهر، لأنه هو أكتر واحد كان بيتحدث معه هو أنا رمز حبيبه يعني، وكان بيتحدث بصراحة بمرجحية شديدة في الشعر اللي هو كان بيقوله، وشكرا للتحية. الحقيقة أنا دعيتكم النهاردة للاجتماع حول المائدة المستطيلة عشان نلم الدور ونهدي النفوس ونديك شوية فلوس. شوية فلوس إيه؟ لسه فاكرين دلوقتي تفاوضوا معايا بعد ما فضحتكم بقت بجلاجل في الإعلام والميديا؟ ده المظاهرات يا أستاذ طالعة من أسوان لغاية مصر. وفي مظاهرة هتخرج من البازار بعد ساعة ونص يا دولة. التماثيل هي اللي هتقوم بيها. التماثيل دي هتبوظلي القضية، الله يحرقك. انت يلزمك قام يا استاذ عادل علشان تحل عن ودنا. يلزمني كام؟ انا ما بعش فني ومنتجاتي بملايين الفلوس. ما تطلعش فيها اوام كده احسن تنزل على جدور رقبتك. ده رافع قضية ويمكن يكسبها. يا سلام، انتوا جايين تهددونا في القهوة بتاعتي ولا ايه؟ عموما احنا جايين نراضيك، وانت عارف كويس ان أيظنوا دي مش بتاعتك. فضل ثلاث بواكي اهم، واوعدك ان الالبوم بتاع نانسي عجرم الجديد الهيت بتاعته هتبقى اغنيه من تاليفك. نانسي عجرم دي بتاعتنا. احنا عايزين نعمل دوينتو مع هيفا. هيفا بتاعتنا برضه. لا لا لا، ده كتير قوي يا معلم. خلاص خلاص، نخليهم خمسة. 5000 جنيه؟ ايه تلعب عليهم؟ العب عليهم ايه؟ لا 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 لا، حتى لو قلت لي 10 كمان انا مش موافق.
بارور كسب القضية. متشكر قوي يا متر، متشكر قوي قوي. نجاملك في الأفراح إن شاء الله. مبروك مبروك، بارور كسب القضية، مع السلامة. أنا شايف يعني إن 10,000 جنيه مبلغ مش وحش. أنا عشان مجيئكوا بس يعني عندي نو في الأول. أنا موافق. أوكي دول خمسة، يبقى فاضل إيه؟ 10 إيه يا سيادة المدعي؟ ما خلاص. طيب حضرتك عشان مجيئك والله هم 7,000 جنيه والمشاريب عليا. لا لا، مشاريب ايه يا عم، كده كتير قوي دول. اسكت بقى اسكت بقى، انت فاهم ولسه في قضيه تعويض بالتشهير اللي عملته لنا، وانا اللي هرفع القضيه دي، ودول اتعابي. قضيه تشهير ايه؟ حضرتك يعني انا شايف ان ممكن 3,000 جنيه اللي انتوا كنتوا بتقولوا عليهم الاول اخدهم وخلاص، هسيب القضيه واسيب الحكايه دي. يعني التعويض ده مش اقل من 1,000,000 جنيه. طب ما تخليهم 500,000 بس يعني. ولا ولا ولا، هم 3,000 جنيه. 3,000 جنيه ايه؟ احنا بنبيع ترمس ولا سوداني ولا حرنكش؟ بعيدا عن التسالي يعني، هديكوا 3,000 جنيه تعويض وكمان معاهم 5 قصايد من بتاعي. 5 قصايد؟ قصايد ايه يا ابو قصايد؟ تصدقت نفسك ولا ايه؟ القصايد قال بين المحاكم. قال ايه؟ ايظنوا تلات تلاتة، ايظنوا تلات تلاتة. طب تلات الاف جنيه وعشر قصايد. طيب حضرتك تلات تلاتة. طب 3,000 جنيه وعشرين قصيدة والبازار. تلات تلاتة. طب حضرتك 3,000 جنيه وعشرين قصيدة والبازار ورمزي. هو قتل مراته، قبضوا عليه. قال لأ، وعرفوا ازاي؟ ابن الجيران شافه من شباك المنور. يا حرام، الست دي صعبانة عليا جدا. اللي يصعب عليكي اكتر بنتها، ما اتقتلت وباباها في السجن. بس بقى كفايه كفايه بقى، مش قادره خلاص، انا هبتدي اعيط بقى. امال لو شفتي حلقه النهارده هيحصل فيها بلاوي. وانتي عرفتي بقى ازاي يا طن؟ من التتر. انا اشوف التتر كده افهم المسلسل كله. ايه ده، مين ده اللي جالنا على الصبح؟ ده لازم رمزي علشان عادل اتاخر على البازار. الله، هو عادل لسه ما نزلش؟ ايه اللي اخره كده النهارده؟ بيتنك عشان بقاله كام يوم بيشتغل كويس، بقى بيكسل. خلدونا سيد، ازيك يا نورو؟ وحشتيني قوي، تعالي تعالي. انتي وحشاني اكتر. مامي شفتي مين جالنا؟ خلدونا حبيبتي يا ملمون، وحشتيني. انتوا وحشتوني اكتر والله. كده يا وحشه، يعني عشان انتي قاعده في اسكندريه ما تساليش على اختك خالص؟ اعمل ايه، مشاغل كتير، بروح مع الحاج المصنع، مش فاضيه خالص. يا حبيبتي خلتمونا. انتي تعرفي طنط انعام حماتي، فاكراها؟ طبعا فاكراها. ازيك يا ست انعام؟ ازيك انتي حبيبتي، جلابيتك حلوه قوي قوي، طول عمرك شيك يا ست انعام. متشكره قوي كل الذوق. ايه ده، ايه اللي حصل؟ يا خساره، دي اول لبسه. معلش معلش يا انعام، خدت الشر وراحت. بقول لك يا منى، تعالي يا حبيبتي، ده انت وحشاني، عندي كلام كتير اقوله لك. اقعدي، انا هدخل اغير الجلابيه. طنط انعام البسي واحده قديمه. وحش وحش. طيب شقتك حلوه قوي قوي، وذوقها هيجنن يا رانيا. لا يا خالته، ده الشقة وحشة قوي، ده مفيش فيها حاجة عدلة. ازاي بقى؟ دي وحشة وذوقها حتى وحش جدا. انا قاعدة هنا يا منى بالعافية، مش طايقة يا حبيبتي. بقول لك ايه، ما تيجي نخرج شوية؟ لا انا لسه جاية ومش عايزة اخرج. لا استنوا بس، هعمل لكم حاجة تشربوها بسرعة قبل ما تنزلوا. بس انا مش عايزة انزل. هو انتوا هتنزلوا امتى؟ تلبس اللبس ده وانت نازل. يا حبيبتي هنزل من غير هدوم يعني ولا ايه؟ لا يا حبيبي، لا، ما انا هجيب لك لبس غيره. ليه؟ انت قلقانه عليا مثلا الناس تشوفني باللبس ده فيعكسوني ولا ايه؟ لا، من ناحيه دي اطمن، انا مطمنه خالص ان مفيش حد هيعكسك. بس وحياتك البس البيجامه دي من فضلك. ايوه حبيبتي بيجامه، هو انا صاحب بازار ولا شحات؟ عشان خاطري انا خالتي بره، البس البيجامه دي. ايه ده، خالتي جايه تشحت مننا فلوس يعني وعايزانا البسها؟ يا عادل بصراحه كده انا خالتي عينيها وحشه. عينيها وحشه؟ طيب ما تلبس نظاره شمس او عدسات او الاثنين مع بعض. طيب انا خالتي عينيها مدوره. يا عيب خلق يعني. يا عادل
من الاخر كده انا خالتي عينيها مدوره ومقوره ووحشه، ولما بتشوف الحاجه حلوه بتحسدها. لا يا ماما، ايه بتحسد ايه؟ ده كلام مش مظبوط طبعا. وبعدين لعلمك يعني الحكايه دي انا مش بصدق فيها خالص. يا عادل، ده الحسد مذكور في القران. وانا يا ستي ما اعترضتش، بس اللي بيحسد ده بني ادم بيتمنى زوال النعمه من البني ادم اللي قدامه. طب ايه رايك بقى ان ده حصل مع مامتك من شويه؟ خالتي شافت الجلابيه فعجبتها وقالت لها دي حلوه جدا، راحت الجلابيه متقطعه. حبيبتي ده صدفه اكيد. يا حبيبي ارجوك البس الحاجات اللي انا طلعتها لك دي. لا يا حبيبتي انا مش هلبس الحاجات دي، وبطل التخاريف والاوهام اللي في دماغك دي. انا هلبس هدومي عادي جدا واخرج اسلم على خالتك. عيب تقولي على خالتك كده. ربنا يستر. خدت الشر وراحت، خدت الشر وراحت يا انعام. دي تالت كوبايه تتكسر، ده طعم الكوبايات خلص خلاص. مع ان شكلها جميل بس ازازها خفيف، اعتقد ما يتحملش سخونيه الشاي. مش معنى يعني النهارده، ما احنا طول عمرنا بنستعملها. انعام حبيبتي عمرها الافتراضي خلص. انا بقى هقوم اعمل لك الشاي في كوبايه بلاستيك. على الله تصيح هي كمان. لا لا ملوش لازمه، خلاص مش عايزه شاي احسن برضه. اهلا 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 اهلا، ازيك؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، ازيك يا عادل؟ الله يسلمك. أخبارك إيه؟ كله تمام؟ الحمد لله. أنا كنت عايزاك في خدمة. أوي عينيا طبعًا. تسلم عينيك، أصل ابني دخل جامعة القاهرة، وبقول مش معقول بقى كل يوم هيسافر من اسكندرية للقاهرة. ما شاء الله دخل الجامعة. هو حضرتك أنا بالنسبة للبيت هنا يعني هو ما فيهوش أماكن خالص، بس ممكن المطبخ والحمام، الحمام ممكن أفضه له خالص ويعيش فيه بقى براحته ويحس بنفس طراوة اسكندرية. يعني البانيو عايز ينزل بحر ولاه ويملى ملح وينزل يعني. ربنا يخليك. لا مش معقول هيقعد معاكوا هنا، ده أنا كنت عايزاك تشوف له شقة نأجرها له. ينفع تشوف لي شقة؟ قوي طبعا اشوف لك شقه، بس يعني هي مش هتقل عن 1000 جنيه في الشهر. وماله يا عادل، منى ممكن تدفع وتدفع اكتر كمان. وانا بقول بقى برضو ان هو بدل ما يقعد لوحده في الشقه انا اروح اقعد معاه واخد بالي منه. ما ينفعش يا مجيد، اصل هيقعد هو وثلاثه زمايله، على اساس يبقوا اربعه ويقسموا الايجار بقى عليهم كله. دي ريحته حلوه خالص. لا 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 يا رانيا، ده ريحته وحشه. انا مش عارفه ايه اللي جرى للناس، كل ما اروح عند حد يشغل لي البتاع اللي ريحته غريبه ده بيغنوا. ويا ريته محوق. يعني في حاجات كتير تانية بس بنبتدي بده الاول. طب شي بعيد عني كده. المهم يا عادل، انت هتقدر تشوف لي موضوع سمسار كويس؟ ان شاء الله. لعلم حضرتك انا ليا علاقات جامده جدا. اهو انا احب جدا الراجل اللي له علاقات كده. انا بقى ما بحبوش. وعادل ملوش اي علاقات يا خالتي. يا رانيا في ايه؟ علاقات يعني بناس بتعامل معاهم يعني رجاله، يعني مش حاجه وحشه يعني. استنى يا عادل، يا خالته ده عادل في كل العبر، ده مجنني، ده خانقني، ده ملوش علاقات وما بيحبش حد ومتوتر وبيخاف من دله. جرى ايه يا رانيا؟ جرى ايه يا حبيبتي؟ حد يقول كده على جوزه في وشه؟ طب استني يا حبيبتي لما ينزل. لا لا انا هنزل دلوقتي عشان تتكلمي براحتك بقى يا رانيا. معلش انا اسف، انا استاذن وان شاء الله اشوف لك الموضوع ده. متشكرة قوي يا عادل، مع السلامة. مع السلامة. ألف سلامة. مع السلامة. إيه يا رانيا؟ عادل جوزك شاب زي الفل. يا سلام عليه وعلى ذوقه ولبسه، لبسه آخر شياكة. خش ألبس اللبس اللي أنتِ قلتي له عليه. إيه ده؟ معلش يا عادل، خد الشر وراح. ولا هم، ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ سايب شغلك وبتلعب بالبتاع دي ايه؟ انا نفسي يا دوله ادخل معهد الكونفرساتوار. كونفرساتوار؟ ده مش عارف تقول ايه اسمه، هتخشه تعمل فيه ايه بقى المعهد ده؟ نفسي ادخل قسم سفافير. يا رب السفاره تقف في زورك ونخلص منك بقى. ايه دوله بقى؟ اوريني كده اعزف تاني يلا. ماشي، فرحت انت صح؟ تعبان بقى يطلع ينوشك على طول. عامل لي فيها رفاعي.
سايب الشغل ياد وقاعد عمال بتلعب في الصفاره ياد. هنبتدي بقى هنبتدي ضرب. هنبتدي طبعا. فين الشغل ياد ما بتشتغلش ليه؟ ايوه دول هو فين الشغل؟ انت لسه قايل فين الشغل دلوقتي؟ فين ما فيش زبون دخل لنا النهارده يا دوله. ما هو من خيبتك من خيبتك. شوف بقيه البازارات العيال اللي بيشتغلوا فيها بيصطادوا الزباين من بره. انت قاعد لي نوع عمال بتلعب لي بالصفاره. فين الشغل ياد؟ يا دوله انا عايزك بس تهدي نفسك كده. انت واضح ان انت لسه صاحي من النوم يعني بالبيجامه دي. انت بتتكلم على لبس كمان؟ دي بيجامه؟ ده احدث طقم يا. الو يا تيتي. ايه يا تيتي عايز ايه؟ اه ضربته انا حر ان انا ضربته. واد قليل الادب بيصطاد الزباين من الشارع اللي كانوا داخلين البازار وبياخدها على البازار عندك. اعمل له ايه؟ ماشي مفيش تعامل بينا بعد كده يا تيتي. ماشي ومش عايز منك حاجه. يلا دولة بقى هد اعصابك يا عم. انت ايه ده؟ ده تاسع واحد اتخانق معاه النهارده يا رمزي. الظاهر بقى ان رانيا فعلا كان عندها حق. هو بصراحه يعني رانيا عندها حق في كل حاجه. انت يا دولة يعني خلقي وشكلي وروحك في مراخيرك. مراخيرك ايه بس؟ رانيا عندها حق في حكايه خالتها اللي بتحسد دي. اه بتحسد يعني عينيها وحشه صح؟ بس مش بتحسد اي كلام، دي محترفه. انت عارف يا دولة انا كان ليا خاله عامله زيها كده برضو بالظبط. اللي كان بيضايقني في الشارع كنت بجيبها له ترقعه عين تجيبه الارض على طول. ايه ده اخيرا بقالك فايده يا رمزي. طب ما تجيب خالتك دي تحسد خاله رانيا عشان تبطلها حسد بقى خالص. لا يا دولة ما اصلها اتعمل. ايوه يا دولة مع ان يا دولة كان عليها جزء عيون انما ايه كان نفسي يا دولة يبقى ليا عين زيها كده. بس تقريبا بقى حد حسدها. حد حسدها ولا رمزي؟ يا دولة انا ملاحظ ان انت من ساعه ما جيت تشتغل هنا وفي البازار البازار حاله واقف برغم قبل ما تيجي كان شغال نار. يبقى اكيد اللي حسد البازار هو اللي حسد خالتك. يلا بص يا دولة انا عندي بقى حل للموضوع ده. انت تروح تجيب لها دجال شاطر علشان يوقف الحسد اللي عمال يتدلدق منها ده. اجيب دجال؟ ما اجيبش واحد حقيقي يعني؟ لا يا دولة صدقني هو ده اللي هيحل لك المشكله. الو يا رانيا. ها في ايه؟ ايه يا رانيا مالك مالك في ايه بس؟ ايه مال رانيا ماتت؟ ماتت ازاي يا غبي؟ وقفت الفول كلينيكيه المسح. يا رانيا ايه الصوت اللي عندك ده؟ التلفزيون فرقع؟ في حد حصل له حاجه؟ حماتي؟ مش اشكال قصدي يعني يا ومحدش حصل له حاجه تاني. وايه صوت ده اللي عندك ده تاني؟ طقم الصيني وقع على الارض اتكسر؟ ده ابو 3000 جنيه؟ لا حاضر حاضر هتصرف بسرعه. حاضر 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 هتصرف بسرعه ماشي. ولا رمزي ايه دول؟ انت تعرف فعلا دجال كويس؟ بص بقى يا دعبول انا عايزك تعيش في الدور على الاخر. ها عايزك بقى تبطل الشغل ابو 3 مليم ده. احنا داخلين يلا على نصبايا كبيره يعني اخرج لك كل اسلحه الدمار الشامل. ايوه وكل بقى ما تزور في الاسلحه دي كل ما هم هيصدقوا اكتر. يا ولا انا عايزك تبقى دجال شاطر. طب ما انا دجال شاطر يا عم. اتوكس اتوكس على خيبتك. دجال شاطر ايه؟ انا عايزك تبقى اشطر من كده. طب هم عايزيني في ايه بقى؟ انا هقول لك يا دعبول. بص في دولة ابن عمي عنده واحدة ست في الشقة هناك عليها عين انما ايه تقوم منشين على الهدف وتقوم شايطة على طول. يعني عايزة لها عصام الحضري عشان يصدعها. ها هم بقى عايزين يبطلوا الحسد ده. طب ما انا احسن من ابو تريكة وشيكابالا كمان. ده لحد فيها شبه من شيكابالا. افهم عليك. وبعدين هي مش عايزة شغل كتير كده. لا بقول لك كده عبول صح صح كده. احنا عايزين شغل كتير علشان يبقى مطالبنا كتير والفلوس كتير وبعدين هنبقى نقسم في الاخر ها مع بعضين في السكرات. لا 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 عيب كده بقى. الله الاستاذ عادل لازم يبقى معانا في المصلحة دي. استاذ عادل ايه ده؟ انا بقول لك في السكرات ده اذا كان الاستاذ عادل نفسه هو اللي هيدفع. اه طيب خلاص انا هجهز عدة الشغل بقى. ماشي وما تنساش بقى تغير اللبس بتاعك ده. وماله اللبس ده بقى؟ انت هتشوح لي وتعمل لي كده؟ انت رايح تخطب يا دعبول؟ انا بقول لك دجال دجال يعني لبس اللي هو بتاع الدجالين بتاع زمان ده اللي هو التسعينات. التسعينات اه فاكر بس انا ما اتولدتش في التسعينات. انا هقول لك يا دعبول انا اتولدت فيها وهقول لك. يعني انت اتولدت قبلي؟
ايوه يعني انا اصغر منك يا ولد. بص يا دعمول انت ايه يعني تروح تلبس كده طرطور ها وجلابيه كده مرقعه احمر واخضر وبتاع وبخور. ايوه ايوه عرفت ده جال فيديو كليب يعني. عليك نور صحصح كده وتقعد تعمل شعوذه كده. اقوم اجهز لك الفيديو كليب انا بقى. برافو عليك. خدت الشر وراحت. الكلمة دي بقى ما بحبش اسمعها لان مفيش حاجة خدت الشر وراحت. يا خسارة البادي كان هياكل من جسمك حتة يا رانيا. يا مامي انا خايفة اموت خايفة اموت. ما تقوليش كده بقى يا حبيبتي. ده انت بتقولي كده ليه؟ افتح الباب احسن. انتوا مستنيين حد؟ لا ان شاء الله خير يا منى. ان شاء الله يا حبيبتي احنا مش مستنيين حد خالص يا مامي. ازيك يا تيتا؟ ازيك يا حبيبتي؟ فين ماما؟ بتولع اهي. ماما نجحت في الامتحان يا ماما وجبت في كل المواد 10/10. ياسمين كبرت وحلوت وشعرها طول. حصل ياسمين؟ فيرا لا مفيش خالته حاجه مفيش اي حاجه. مامي والله العظيم لو بنتي جرى لها حاجه لا تبقى قطيعه بيني وبينك للابد. ايه ده ايه ده يا رانيا بتكلمي مامتك كده ليه؟ معلش يا منى اصلي في مشاكل ما بيني وما بين ياسمين. انت يا بنت خشي اوضتك وما تخرجيش منها خالص. خديها يا رانيا على اوضتها. في ايه يا جماعه ما انا ناجحه. هما بقى الناجحين بنعمل معاهم كده. عاجبك ولا مش عاجبك؟ ده لا ايه يا جماعه بتزعقوا للبنت كده ليه؟ البنت ناجحه وجميله وزي الفل. دي سافله وقللت الادب. ايوه سافله وقللت الادب. خش دور. المره الجايه والله عشان تتبسط والله انا نصحت. اتفضل 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 اتفضل. السلام على اهل البيت من البني ادمين. مين البني ادمين ده يا عادل؟ ده عم دعبول صاحب عادل من ايام المدرسه بس هو بقى ربنا كرمه وكمل دراسته. ايوه 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 هو صاحبي يعني هو بس يعني ايه لابس لبس غريب شويه لان هو اصلا فنان يعني والفنون جنون احنا عارفين طبعا. خي 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 ده هو لابس كده ليه؟ اصل احنا استعجلناه يعني وهو نازل وكان بيرسم لوحه فلبس اللوحه فهو راجل فنان فعلا. فين المذكوره اللي انا بكلمها اللي قاعده قدامك دي؟ عادل انا كنت عايز اسالك على الشقه عملت لي ايه فيها؟ عملت لي كل خير اهو اهو اساليه ووجهي له كلامك على طول. هو ده السمسار؟ هو سمسار بس هو يعني ايه فنان بس سمسار بس بوهيمي يعني اهو وجهي له كلامك كله بقى. انا كنت عايزه شقه لطلبه يعيشوا فيها. هو بيعمل ايه عادل؟ هو بيفلي الهوا حضرتك. ايوه يعني هو بس اصله مركز شويه يعني. انا كنت عايزه شقه علشان اولاد يعني يقعدوا فيها. ايه انت بتعمل ايه؟ سيبيه بس هو مركز يعني مركز حضرتك. مركز ايه ده مش فاهم حاجه خالص ولا سامعني ولا سامع انا بقول ايه. عادل هو صاحبك بيعمل كده ليه؟ تقريبا يعني بيحلق لها. يا عم دعبول ركز بقى. في شر في غل. احنا عارفين ان في شر وفي غل. ايه ده يا راجل انت؟ ايه يا راجل انت؟ انت هتدلق عليا ايه وتبوظ لي هدومي؟ خلاص الشر رجع لاصحابه يا اهل البيت. رجع لاصحابه خلاص. مش الشر مش حضرتك يعني كده يبقى خلاص احنا في امان. خلاص امان امان الشر لبسه باين. احنا في امان. طب متشكرين قوي متشكرين. الحساب 100 جنيه يا استاذ. بعدين مش الوقت مش الوقت. حساب ايه يا عادل؟ الحساب يا خالته الحساب يوم الحساب. حساب الصورة اللي هيرسمها لك مش كده يا عادل؟ ده هو فنان فظيع بيرسم صور عجيبة يعني. يلا 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 بينا. ياه بياخد على كل صورة يرسمها 100 جنيه على كده بياخد فلوس كتير قوي. جايبينك تنقذنا ولا جايبينك تقع؟ الشر رجع تاني يا ابني. الشر بيوجعني. خد بايدي يا ابني.
بقول لك حلها تجيب لي أرجوز. واعمل ايه بس يا رانيا؟ ما كانش قدامي حل غير كده. اهو طلع نصاب الاستاذ اهو خجة ذاته. بس المهم بقى يا ستي دلوقتي ان انا خالتك دي انا مش متضايق منها، بالعكس انا عايز استغلها، اخدها بقى تحسك كل البازارات اللي حواليا يخسروا كلهم وانا الوحيد اللي اكسب. يا سلام، ولما تحسب بقى الفلوس اللي انت كسبتها فطير. اه صح. طب وبعدين؟ ولا حاجه، انا خايفه بصراحه لو فضلت قاعده كده البيت يولع. ايوه. طب والحل؟ طب يا رانيا الحل، هي جايه تدور على شقه لابنها، دور لها الشقة. قلبت الدنيا على شقة، معرفش أول مرة حاجة تقفل معايا بالشكل الغريب ده. خدها من إيديها وانزلوا دوروا على سماسرة أرجوك يا عادل. وهو بالمرة على فكرة بقى عربيتك مش هتتحسد، لأن أصلا عربيتك محسودة خلقة. عارفة بقى، أنا بفكر إن خالتك دي يا ريت تحسدنا. يا سلام. هي شايفانا طبعا متجمعين كلنا في شقة واحدة، تحسدنا بقى بحيث نتفرق كل واحدة فيكم في حتة. ما جاش في بالك بقى لما تحسدنا عشان نتفرق كل واحد فينا في حتة، تحسدنا فنموت فنتحط كل واحد فينا. خلاص وصلت. بس ما تقلقيش، وانا واخدها ورايحين ندور لها على الشقة هخليها تركز انها تفرقنا في شقة مش في تراب الغفير ولا البساتين. سمير يا حبيبي، بابا ماله؟ ايه؟ في ايه؟ ده ابن منى اتصل دلوقتي وظاهر ان الحاج تعبان. ايوه يا حبيبي انا جايه على طول، مع السلامه. هتمشي؟ هتمشي؟ ايه يا خالته يا حبيبتي؟ ايه اللي حصل؟ لازم امشي، الحاج تعب فجأة ونقلوه المستشفى. هو كان تعبان قبل ما تيجي يا منى؟ ابدا يا اختي، سايباه زي الفل والله، دي عين وصابتنا، احنا دايما محسودين كده على طول. يمهل ولا يهمل. انا ماشي. سلام يا عادل. تحب اوصلك ولا حاجه؟ لا يا حبيبي معايا عربيتي. مع السلامه يا خالته. مع السلامه يا حبيبي. الله يسلمك. مع السلامه، خدي بالك. الله يسلمك. سلسلة المفاتيح بتاعتها؟ لا يا مامي، انت شفتي عربيتها وجمالها؟ تحفة، طول بعرض كده، ما انت شفتيها قبل كده. مش معقول، انا مش فاهمة لونها ايه دي؟ لا هي فضي ولا هي بيضاء، لون يخطف العين. ايه يا جماعة، انتوا هتحسدوها ولا ايه؟ يا عم نحسد ونعمل، احنا بنتكلم. وبعدين يعني احنا ما بنهزيش حد ولا بنحسد حد خالص، اهو عم نتكلم. ايوه الحقني يا عادل. إيه؟ الحقيني يا اختي، نزلت لقيت عربيه لوني دشدشت العربيه بتاعتي. ها الحمد لله دلوقتي اطمنا، العربيه بتتصلح والحاج خرج من المستشفى وكله تمام. الحمد لله. انا بس عايزك في حاجه، اتفضلي معايا يعني في خدمه بسيطه. من عيني. ايوه من عينيكي. بصي من الشباك كده، شايفه البازار اللي هناك ده؟ فين ده؟ البازار اللي هناك ده اللي فيه ناس داخله خارجه كتير جدا دول. انا مش عارفه انت تقصد انهي واحد. اللي في اخر الشارع هناك ده. ياه، نظرك جايب لاخر الشارع. في حاجة دخلت في عيني ولا ايه؟ ايه ده، انا اتعميت؟